خليني أشارك معاكم كمان بفكرة لذيذة جدا تخص الدعم والمساعدة. طول الوقت احنا لما بنطلب دعم في أي حاجة، وتحديدا أي حد من ذوي القدرات الخاصة أو اللي عنده مشكلة حركية مثلا بيطلب دعم، دايما هتلاقيه بيقول لك أنا عايز تمكين بس أني أتحرك، أنا عايز الأماكن تبقى مجهزة لوصولي أو لوجودي فيها، أنا عايز حقي الطبيعي في أني ألاقي وظيفة تناسب المشكلة الحركية اللي عندي. ده موجود بالمناسبة، وفي أماكن كتير فيها، والكود الجديد للبناء حتى ومتطلبات البناء والشوارع، كل حاجة جديدة بتحصل في مصر بتحصل بهذا الكود المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرات الخاصة. دايما بيبقى ناقصنا حتة بقى اسمها المعلومة، أنه أنا ما عنديش المعلومة، أنا مش عارف أصلا فين إيه المكان اللي ممكن أروحه وأشتري منه، إيه المول اللي ممكن أروحه وفي accessibility أو في إمكانية أني أقدر أتحرك، ما عنديش المعلومة. إيه المكان اللي ممكن أروحه عشان صيانة الكرسي المتحرك اللي أنا قاعد عليه. المعلومة دي في حد ذاتها تحتاج شوية تنسيق وتجميع، عشان كده إحنا النهاردة بنكلمكم على accessibility. accessibility هو أب عملوا مجموعة من الطلاب في الجامعة الكندية في مصر، وانا بسرعه عايزه اسلم على محمد ابراهيم، واحد من الطلاب المشاركين في اطلاق تطبيق اكسسبيليتي. اهلا بيك يا محمد. لا علي صوتك. سامعيني تمام؟ سامعاك تمام. احكي لي على اكسسبيليتي، وانا فهمته كده صح ولا انتوا كمان بتقدموا خدمات تانية غير المعلومات الحلوه العظيمه اللي انتوا جمعتوها في اب واحد؟ لا، هو احنا المفروض ابلكيشن اكسبيليتي، احنا كل فكرته قايمه على المعلومات الخاصه بالاتاحه. زي ما حضرتك قلتي بالظبط، الاماكن المجهزه زي الخريطه والكلام ده كله. أوكي. المؤسسات برضو، كمان فكره المراكز الطبيه، كمان علاج طبيعي ومراكز طبيه ان احنا نقدر نروح نتعالج فيها كمان. أوكي. وكمان في صيانه الاجهزه الطبيه، وكمان الاجهزه الطبيه نقدر نشتريها منين. دي المعلومات اللي قايمه عليها الابلكيشن على فكره الاتاحه. اوكي، احكي لي الفكره بدات ازاي؟ مشروع تخرج ولا انتوا اصلا تخصصكم انتوا كليه اعلام؟ فانتوا مش بروجرامرز يعني؟ لا لا، احنا كليه اعلام جامعه الاهرام الكنديه في اخر سنه قسم ادفرتايزنج. احنا دايما مشروع التخرج عندنا قايم على فكره ان احنا بنجيب فكره ونبدا نسوق لها او نطبق اللي احنا اتعلمناه في الكليه. أوكي. الفكره جت منين؟ انا عندي مشكله حركيه بقالي من 2009 تقريبا. فالفكره جت من ان احنا دايما بنلاقي مشكله، زمايلي مثلا واحنا خارجين مع بعض بنسال المكان ده مناسب، محمد عارف يخرج معانا ولا لا المكان ده، ونلاقي الناس كلها حوالينا اللي هم من الفئه بتاعتي عندهم نفس المشكله دي. فكرنا ان احنا المستقبل دايما بيقول موبايل ابلكيشن، فليه ما ندمجش موبايل ابلكيشن بيخدم الفئه دي. ولقيت يا محمد وانت بتجمع الديتا او المعلومات للابلكيشن بتاعتك، لقيت اماكن كتير مجهزه ولا احبطت ان الاماكن قليله؟ هو الاماكن محدده في نطاقات معينه، المدن الجديده الكومباوندات دي فيها اكتر. بس احنا ما كناش محبطين، احنا بدانا ندور، نزلنا بنفسنا الشارع، لان فعلا زي ما حضرتك قلت في البدايه الكود اللي الدوله بدات تتجه ليه ده كان بدايه الانطلاق، ان احنا بدانا نلاقي فعلا مطالع في الشوارع، نلاقي اماكن مجهزه. فطبعا التدوير صعب عشان مسح ميداني واحنا 8 شباب، بس يعني لقينا حاجات كفايه ان هي تفيد في الوقت الحالي. انا بشكرك يا محمد، وبتهيألي من هو مش بس مشروع تخرج، ممكن يكمل يبقى مشروع محمد بقى، ونشوفك بعد فتره ونقابلك وانت الابلكيشن ده اوسع انتشارا يعني. هيكون ان شاء الله مشروعنا كلنا ننطلق بيه ونفيد الفئه، ويكون بشكل نطاق اوسع كمان، ويبقى اكتر من القاهره والجيزه، يكون محافظات ثانيه اكتر، ويبقى هو المنصه الالكترونيه الاولى ان تبدا تقدم خدمات زي دي لفئه فعلا محتاجه خدمات ان هي تبقى منطلقه ومتمكنه في البلد. انا بشكرك. محمد، سؤال اخير، الاب بتاعك موجود على اي او اس وايفون وعلى كل انواع الموبايلات ولا لا؟ واندرويد. هو معمول انه ينزل للاندرويد والاي او اس. حاليا هو في فتره الاطلاق بتاعت الاندرويد خلاص، وهيكون ايام بسيطه بنعلن عنه على البيج بتاعتنا. وان شاء الله المرحله الجايه هتكون اي او اس، يعني في خلال اسابيع هيكون موجود على المنصتين ان شاء الله الناس كلها تقدر تستخدمه. انا متاكده ان ناس كتير النهارده بتسمعنا هتكون مستنيه الابلكيشن بتاعكم او التطبيق، وهشجعكم وهنتابع كمان مره بعد شهور نشوف الاخبار.
نفسي الأحلام اللي بيحلموها لطلبة كلية الإعلام أو خريجي كلية إعلام بقى اللي هي في يوم من الأيام تبقى حقيقة، وإنه اللي بيقوله محمد مهم جدا، إنه توفير المعلومات للناس ده نص حل أو نص التمكين، لكن إذا كان في رؤية حقيقية للتمكين وإذا كانت الدولة بتتكلم عن التمكين الحقيقي يبقى كمان إحنا مش بس عايزين تمكين، إنه الطرق والشوارع تتجهز. لسه كنا من دقايق بنتكلم عن قائدي الدراجات، كمان قائدي المركبات ذوي الاحتياجات الخاصة. نفسي قوي بحلم بيوم يبقى فيه إتاحة أكتر، يبقى فيه تشجيع أكتر للأماكن العامة. لو أنا عملت accessibility أو لو عملت قابلية للحركة لذوي الاحتياجات الخاصة باخد اعفاء ضريبي، باخد تشجيع، باخد نجمه على الكراسه بتاعتي، اي حاجه اي حاجه، بس لازم نقفل الدايره. ما ينفعش نفضل نشوف حاجات حلوه كده ما بتكملش بعض او ما بتكلمش بعض. مبسوطه قوي بمحمد وزملائه من جامعه الاهرام الكنديه.